طبعا رفاق، نحن اليوم رح نلقي محاضرة بموضوع أرض ساق. طبعا المنطقة هي تقع ما بين أرمينيا وأذربيجان، حاليا أذربيجان احتلتها بالكامل، لكن هاي المحاضرة هي لتوضيح المقاومة اللي صارت في أرض ساق، لتوضيح شو هي المنطقة، وين تقع، وشو الأمور التاريخية اللي مرت فيها هي المنطقة، شو حروب ومقاومات صارت بهالمنطقة، وكيف تم احتلالها في هاي الفترة. حلقة من حلقات صراع طويل بين أرمينيا وأذربيجان يعود إلى نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن الماضي. ولكي نعرف ما يدور في هذا الجزء من العالم، من الضروري العودة إلى التاريخ لمعرفة هل أرتساخ ناغورني غارباغ هي تابعة لأرمينيا أم لأذربيجان. بحسب المختصين واللغويين الغربيين والأرمن وعلماء الآثار، فإن النقوش التي تعود إلى العصر الأوراراتي تحمل تسميات عدة للمنطقة مثل أردا وأوردغي وأطخون، ويشير المؤرخ الكلاسيكي سترابو إلى أرمينيا ويسميها أوركستين. وحتى الآن هؤلاء أفكار هم أثناتيشو وحسن يلغني سلامهم خان باشنيان إلى البيت التركي 2023. أمريكا وغرب قاموا باعوا بهذا الإقليم خلال يوم واحد. الشعب الأرمني ما زال يعاني من المجازر، وأعتقد إن لم تقم أرمينيا كجمهورية للقيام بإجراءات أو الانتماء في الحرب الروسية، أعتقد أرمينيا أيضا في خطر مثل ما زال هذا الإقليم. أرمينيا أيضا في خطر، هنا أيضا لا تملك موارد اقتصادية، اللعبة السياسية الدولية تغيرت. الأمم المتحدة مشان تكونوا بالصورة، يعني حتى ما حدا يقول إنه الأرمن ما تحرك، الأرمن تحرك. وعملنا بيان كامل في كان موجودين الحضور كلها، وكمان شاركونا بعض المنظمات والمؤسسات في الإدارة. طبعا مثل ما قال رفيقنا انه هاشتاج ومظاهرات والآخرين، الموضوع كمان انا معك 100% بحاجة الى مظاهرات ليس فقط هنا انما في الخارج. اليوم في عنا في شتات في كل العالم. في المحاضرة نحن محدثين طبعا في نقاط ذكرت كثير منيحه، ان احنا لازم نوقف مع الشعب الارمني الموجود في ارتساق، والشعب الموجود هناك هو على باب ابادات عرقيه كما راح تصير بحق